عشان انا سمعت كلمه اهدار المال العام بتتردد كثيرا جدا. هو اهدار المال العام ان انا انازع الانديه في مؤتمر هناك يعني حق واضح للانديه فيه واترك حقوقي بالكامل لا احصل عليها اي شيء؟ اين المؤتمرات التي ينظمها اتحاد الكره؟ وانا بقول له هذا الاقتراح وهكرره تاني عشان يعوض 7-8 اضعاف المؤتمر اللي هيسيبه للانديه لو كان هيتفضل مشكورا انه يسيبه للانديه حتى لو حقه يعني. هو ده دوره انه يرعى الانديه ويقف جنبها، هو ده الدعم اللي بيديه الانديه الشعبيه تحديدا. اولا عنده المتحدث الرسمي، لا ينبغي ان يكون المتحدث الرسمي في حوارات مستمره مع وسائل الاعلام الا من خلال مكان محدد وتوضع فيه رعاه الاتحاد خلف ظهره. هذا حق من حقوق رعاه الاتحاد لا يحصلوا عليه ولا احد يلتفت الى هذا الامر. بدل ما اتكلم هنا وهنا وهنا لا، يبقى لي مكان والناس تيجي تصورني فيه والرعاه بتاعتي واخدين حقهم واقول الراعي الرسمي لكره القدم. تمام. لجنه المسابقات، لجان الاتحاد كلها، لجنه المسابقات، شؤون اللاعبين، التحكيم، كل اللجان التي ينبغي ان تخرج لتعلن قراراتها ينبغي ان تخرج من مكان محدد ومؤتمر وراء بانر عليه رعاه الاتحاد. لا يحدث هذا، انت سايب حقوقك التي لا ينازعك فيها احد لا تفعل فيها شيء وتقول ان فلوسنا هنا. لا، انت الفكره كلها انت مستسهل الانديه بتعمل ايه وبعدين اقول لهم ده بتاعي.